فين العربية بياد النيلة السوداء؟ عربيتك دي تبعي؟ عربيتك دي صح؟ يا عم استنى، هو انت ليه عربيتك؟ فين موتوسيكل طيب؟ يلا يا عم نروح البتاع. استنى يا اسطى، انت فين موتوسيكل انا؟ اركب بس. الله يا عم انت تبعي، فين باب؟ فين باب؟ باب طار. انت عشان خبطتني يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مالها دي؟ مالها دي؟ مالها دي؟ واحدة كانت قلبة العربية واقفة فوقيها. كويس؟ مفيش حاجة من دي حصلت. والله يا عم انا معدي، كان في حادثة احنا عدينا عليها. مش معانا في نفس الجيم ولا ايه؟ بس ايه الميشن دي؟ استنى كده اجرب حاجة. جرب يا ابو ام. اسوق ضهري. خلاص الشبخانة دي، العربية أصلا ماشية بالراحة. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ جميل. هو مين اللي سايق؟ انا الوهله حسيت انا اللي سايق مش انت. استحاله السواقه دي تكون سواقه تبعي صح؟ السواقه القذره دي ما تجيش الا مني انا. نحاول نعمل الكوز بلاي لاسماعيل وهو بيسوق. يا عم يا جدعان الناس قاعده تخش فيا. استنى بس يا جدعان. نزلت لي ها؟ نزلت لي ها؟ انا يا عم اخد عربيه يا عم بدل السواقه. ايه السواقه دي؟ انا ماشي مع نفسي يا عم. انت العجل بتاع العربيه طار. تابعي. ما علينا، انا مكمل عادي. تابعي. هم تقريبا تابعي بيدور عليك او بيدور عليا. يوم اقرب بيدور عليك يا عم. انا ماتش حاجه. انا الكاوتش بتاع العربيه فرع. لا شكرا. تعال ريح هنا. ده ايه ده؟ بويا تابعي. بس لما اخش عشان تقريبا هيبقى فيه سينماتيك. سينماتيك؟ عايز تلحق السينماتيك يعني؟ يس. لا الهايست روم. نعدي للفاسيلتي. بس ايه رايك في الفاسيلتي دلوقتي؟ هل الموضوع كده ظريف ولا كنت ازود البني شويه؟ بص هو الصراحه انا ما بحبش الالوان الفاقعه دي خالص، فانت بتسال الشخص الغلط خالص. ليه؟ ليه يا ابو تابع؟ عارف انت انا لو منك اقول لك اعملها اسود في اسود مع حته اسود كده في الاخر. عارف انت؟ توش اسود وتزود اسود في البتاع دوت، عارف انت هتبقى الدنيا ظريفه سهله. ايوه ايوه ايوه. لا 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 لا. عارف انا عامل ايه؟ ايه يا عم ده؟ انت كده التاني. انت عاملها اسود اصلا؟ اه. والنبي اوكي ما كنتش عارف. انا كنت عاملها، قلت اعمل لك جو. ايوه 50% يا اسماعيل ماشي. انا عاوز 50%. هو كل مره انا حد قال لي انت ما دوستش لانش وقتها. استنى ويب بقى خلينا نسيستم الموضوع عشان اظبطك. انا عايز اظبطك المره دي. انت المره دي فاهم احنا داخلين على عمليه، والعمليه دي انت لازم تتظبط فيها عشان كل مره تمام اللعبه بتبهدلك. مش عارف ليه اللعبه بتبهدلك مش انا والنعمه. نشوف يا عم اخد. استنى بقى يا ابو عمو بقى، خلينا ايه نركز كده مع بعضينا ونهدى. ما تدينا الاير سبورت وخد انت السبمارين بالله عليك. اهو بص اهو شوف ما نشوف اخرت. لا اهو اعمل لانش. بس هي دي تبعي لانش مش انا. خلاص انا الاير سبورت ازاي؟ حلاوتك في الحاجات الجميله جدا. اشمعنى انت لبسك كول اكتر من لبسي؟ وانت من امتى كان لبسك احسن مني؟ هديك طلقه على فكره واريحك مني. باي. انت طريقه غير طريق. عايز حاجه؟ باي. باي يا تابعي. باي. انا رايح يا تابعي. تابعي ايه؟ انت رايح عند الطياره؟ لا مش رايح عند الطياره، انا رايح، انا مكاني غير مكانك. انا رايح عند العربيه اللي بتغوص. لما تيجي توصلني وبعد كده انت تروح انت المهمه بتاعتك. نعم. استنى يا عم، انت ليه كده؟ انت ليه ميشن مع بعضينا؟ عارف اللي هو ايه؟ والله انا مامته يا جماعه، بس جاي اوصله بس للميشن. خلي بالك لو حد يكلمك قطعه. اختيار موفق جدا للادوار. عارف انت بدايه يعني بدايه توزيع الادوار نفسها حلوه. بص يا اسماعيل انا اسف يعني انت عارف يعني ايه سبورت؟ انت معاك اسلحه تضرب على المدينه كلها تقريبا. فانا تقريبا هطلع من الميه الاقي فاهم خرابه الباب مولعه. عارف انت اللي هو ايه؟ زي اندز نير. عارف انت اللي هو ايه؟ تطلع من البتاع تلاقي المدينه كلها مهجوره. ايه ده؟ فيه هو انا قعدت قد ايه تحت الميه؟ لو اخد الباص طيب اروح. انا وصلت. اوكي انا عملت حادثه بس على السريع. قول لي بس، اوصف لي عندك الدنيا عامله ازاي. هتنزل تحت الميه ولا هتنزل تحت الميه؟ لا هنزل تحت الميه. اها. وتقريبا هروح على السبمارين اللي انت قلت عليها. اها. بعد ما اخلص الميشن انت اللي هتعمل لي اسكورت، يعني انت اللي هتاخدني. واخد بالك؟ وانا خايف. لا اله الا الله. تابع انا عند الطياره يا تابع. انا بكلمك بجد يعني مش خايف من اللي انا هعمله، خايف من اللي انت هتعمله. فلايت لوكيشن سبمارين. اي سهله. سهله. انا يعني تقريبا رايح المكان اللي انت روحته. طب يا بص بقى الغواصه، بص منظر الغواصه عامل ازاي وقول لي. هتلاقي فيه زي بلطيايه كبيره او حوت كبير واقف في البتاعه دي كده. شفت منظر؟ شفت منظر؟ ماشي. مرعبه صح؟ يعني انا دخلت اهو. انا داخل الساب مارين يا معلم. ماي تايم هاز كام. ادعي لي يا اسماعيل. ام تو هولت اكتيفيت. طب استنى ويت، مش عارف اعتمد عليك ولا ايه؟ استنى يا عم، بقول لي ان انا اعملها على الكوبايلوت. تتابع ازاي اخلي البتاع على الكوبايلوت؟ لا مش عارف انا بقلب يعني. والله استنى. لا ما ادوس اف مثلا. لا ما انت اف هتطلع من الطياره. لا
مش مرتاح لكلمة لا انت عملت ايه؟ استنى يا عم يعني ايه بيعمل كده؟ فهمت دروس السواقة يعني عمال اعمل دروس في السواقة تابعي ده هم عمالين بيضربوني يا تابعي لا اله الا الله اقول لك على حاجة ادوس اتش مثلا لا اله الا الله بقول لك ايه انا هضطر ادوس اف ايه طالق ايه ده انا نطيت من البيت انا نطيت من البيت لا ما انت استنى انا عايز اعرف ال ويت يا تابع انت كنت بتضرب مين تحت في السبمارين كنت بضرب على عد اوكي طيب انا عايز اقول لك ان الفايت دي تقريبا هعملها وانا جوه الطياره ايوه ما انت جوه وانت جوه الطياره يا بس لا ما انت مش فاهم جوه الطياره وانا قاعد على الارض تقول لي ازاي اقول لك ما اعرفش لا ما انت ما ينفعش لازم تفيش هاجي لك يا تابعي انا بحاربهم وانا قاعد على الارض هتحاربهم انا ماشي انا عمال افجر طياراته لا بتصرف هو يا عم ايه يا منطقه تابعي انت كويس انت في البتاع ايوه اظبط نفسك كده اوبا يا تابعي ايه ده في اباتشي يا مانا وانت عامل ايه كويس قاعد ادور على الواد اهو مش لاقيه خالص. وانت المفروض هتخطف حد ولا هتعمل ايه؟ تقريبا ايوه انزل اظبط نفسك عليا. اه يا تابع عامل ايه؟ انت مطول ليه المره دي؟ انا بتبهدل بسببك. انا لقيته. شفت بقى لما وترك بقى شفت لما وترك؟ ماشي يا عم نشوف يا عم. You don't know what you're doing. Stop it. You don't know what you're doing. Stop it. انزل يا طياره. يا عم انت فاكر اللعبه اللي هي بتاعت زمان دي اللي انت كنت بتقف في حته وبتجيلك الدبابات والطيارات من على الارض وتقعد تفجر فيها هو تقريبا ده اللي انا بعمله دلوقتي ويت ا مينيت واحد بيقول لي ويت ا مينيت ما ده قدامي يا عم انت بتسمع ده انت اللي اقتله يا تابع هو ليستر معاكوا برضك في نفس الموضوع قاعد معاكوا يعني بس عشان تقريبا احنا خدنا صابونه صح ليه تقريبا كده اللي هو اسمه كليفر ده اللي معاه العربيه ده تقريبا هو الشرير وتقريبا الروسيين اللي احنا قاعدين نقتلهم هم الطيبين هنقبض يعني ولا مش هنقبض في ليلتنا دي عشان بس ابقى عارف ده اللي همك يا اسماعيل فلوس ماشي يا عم انت تاخد الكات بتاعك انا عايز اديك الكات بتاعك يا عم انا مش هاخد حاجه اصلا في الميشن دي بقول لك هو انت في معركه في خناقه كل ده خناقه قدامك لا انا سينماتيك سينماتيك كنت في السينماتيك يعني هم سابوا الميشن والناس اللي عماله بتولع تمام وعم بتتفرج على سينماتيك ايه ده مستر مات لسه مات؟ لا لسه ما ماتش يا عم هو شرير مين اللي شرير؟ بالزفت التين ده الراجل اللي مأجرنا؟ لا اله الا الله طب هناخد الفلوس طيب؟ اما ناخد الفلوس يا عم ناخد الفلوس يا عم ده اللي همك انا بسال بس يعني سؤال جوهري برضك يعني عارف انت اصل احنا جينا تو ذا ادفنتشر اجي لك المفروض تابعي استنى يا تابعي انا جاي لك يا تابعي ما تتحركش انا شايفك والله ايه؟ تتحركش يا شايفك ما تتحركش لاند انا جاي لك اهو استنى يا تابعي طيب اهو انا بلاند اهو لانديت يا ابو تابع طب بالنسبه للطيارتين اللي قدامك دول مش هنجيبهم يا عم تعالى بس الاول بس ما انا قاعد انا فجرت كتير والله دول عادي خلاص احنا بقينا معارف احنا قاعدين بقالنا نص ساعه قاعدين يعني بس لا تقتلوني يعني لا ما تقلقش انا نزلت قدامهم محدش عبرني انت خش اركب البتاع وفجرهم انت ما شفتش اصل كان في هم الطيارتين اللي واقفين على فكره الفاضلين بس انا ما كنتش عارف اجيبهم لان انا كنت قاعد على الارض بصراحه هو بص لي دلوقتي يا ابو اسماعيل والله تعالى بس يا تابع هتنبسط هو انت بتعوم؟ انت اللي بتعوم ده؟ انت جاي عم ليه؟ انت مش معاك عربيه؟ ما ضاعت بقول لك خدنا صابونه ما خدناش فلوس؟ انا مش عارف انا ريجروب وذ يور تيم اند افنجرز الطيارات دي بقت خلاص يعني بيني وبينهم معرفه يعني اركب بقى في البتاع اللي ورا انت ايه الدبدوب اللي انت ماشي بيه ده؟ انت ايه الزعانف دي؟ ضفدع بشري بقى دخلت انطلق خلاص يا عم انطلق خلاص يا عم لازم اوترك بقول لك انت خش على التورت يا ابو عم وعيش حياتك عيش بقى شوف بقى التورت ده هتلاقي فيه تورت كده في البتاع هو انت لحظه انت ما سوقتش كل ده لا احنا بنسوق بس انا بس في جبل قدامي بس بحاول اعديه بس يعني انت اول ما خدت الطياره سوق لا احنا في لا ما انت بتضربهم ازاي يعني انت بتضرب يعني كل ده احنا انت سايق دلوقتي بس يعني في ميشن كنت انا المفروض اعمل اوتو بايلوت وافضل في الجو واضربهم تمام بس انا عملت سكيب للموضوع دوت وضربتهم وانا قاعد في على اللاند ليه نطير في ليه الجو العنف اللي انتوا فيه ده يعني انت ما طرتش قبل كده بالطياره دي ده يا عم الدنيا ظريفه اهو هتعرف تلاند ولا لا يا ابو عمو انا يا عم انا اهو وليستر ماله متضايق ليه بقول لك خدنا صابونه يا اسطى بس بقى ايه انت لو مكاني كنت هتعمل اكتر من كده مش عيش حياتك ظبط نفسك استبط نفسك فجر على قد ما تقدر ايه فجر العربيه اللي على اليمين دي تابعك استعد عشان احنا داخلين على المدينه ها ماشي
بس ايه رايك في السواقة او ملتزم اهو باداب المرور؟ هو احنا في الجو مفيش مرور في الجو. بس ايه الميشن دي؟ ما سهلة بالنسبة لك يا عم، قعدت موتلي في طهران. استعد يا معلم عشان هلاند عبولاند. ايه ايه ده؟ ادوس ايه؟ ادوس خمسة؟ ما انا بدوس خمسة عشان تنزل. خمسة بتطلع. خمسة بتطلع؟ اوكي. تمانية؟ تمانية صح؟ اوكي. ايوة. لا لا احنا كده احنا كده في مراجيح مولد النبي. بالراحه لا انت كده، ما احنا محتاجين نخش الهانجر بقى. دوس ايه؟ انا خرجت. ما نخش خلاص، ما نخش على رجلينا يا عم. حبكت يعني ندخل بالطياره في البتاع ده؟ استنى ده اكزت يا عم، خش البتاع. ايوه هتولد ايه وتخش؟ بيطلعني بره الطياره، مش فاهم ليه. تابعي انت هنا انت بتلعب جيمز، ما تقوم يا عم من على البتاعه دي. تعالى يا عم تعالى، ومش هدخلك مش هدخلك كبير. حاضر يا عم. انت ازاي عارف اللي انت فيه دي؟ استنى. لا يا انت اللي بتسوق. لا انت اللي بتسوق. خليها سوق يا عم. بقول لي هولدي استنى تابعي. دخلت عملت هولدي. انا عملت هولدي بيقومني، ما اعرفش ليه. هولد سيت داون. الداون مين يا اللي تتشك في مقاميعك؟ ده انا الطيار. انتر ده كوكتيل. ايه ده اهو؟ ايوه ايوه. اسكت يا ليستر بدل ما اديك طلقه في دماغك. خدنا صابونه ابو اسماعيل. هو ما كانش يعرف ان الراجل اصلا حرامي؟ ايوه. My career is in ruins. Ruins. Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. احنا الكارير بتاعنا احنا بقى، احنا سمعتنا باظت على فكره. يقولوا علينا ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ تقول علينا ان احنا اصلا ناس مش محترفه لما نقعد ما نشتغل مع ناس مش محترفين. لا ما لا لا هو محترف اسماعيل يعني. في ناس مش في ناس مش محترفه يا تابع. دي ناس مش قادرين يقدروا الطاقه. يعني انا راجل طيار بروفيشنال وانت راجل غطاس بروفيشنال، تمام؟ المفروض ان احنا نشتغل مع ناس بروفيشنال. لحظه مين الطيار بروفيشنال؟ انا بقول بس من شويه من شكلنا الشخصيه دي ممكن نعملها على جنب دلوقتي. مش يعني خلينا بس يعني خلينا نركز. فوكس في الفوكس في الميشن دلوقتي. يس خلاص خلاص خلاص. ايه ده؟ ايه ده اهو بوتنشال ايرنينج اكشوال ايرنينج. انا خدت قد ايه بقى؟ 20%. شفت اهو اهو شفت شفت شفت. مش ممكن بس معاك كل مره كل مره انت جولد جولد جولد. لا قبليها كان بلاتينيوم. احترم نفسك. ما اعرفش انا عملت ايه بس انا يعني مش عارف بس يعني كويس. عامة يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو وحابين نشوف فيديوهات تانية من جي تي 8 اكيد تعملوا لايك وسبسكرايب وشوفكم الفيديو الجاي. سلام. بتعمل ايه؟ باي. رميت يودا من فوق البتاع ده من بره المابا.